أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم جملة وتفصيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أثبت اسم الزول الدول. الحمد لله، بدأت يوم 11 من شهر 2021 وبتنسيق محكم مع مركز الجهوي لتحقق التنمية الذات، بفضل الله ينظمان نادي الوفاق الرياضي الذاتي للألعاب القوام برئاسة الدكتور عبد الإله الذاتي الفهري وجمعية نساء رائدات في تخصيص الرئيسة المحترمة الأستاذة الزطافي حملة للتبرع بالدم لمقر جمعية المجتمع المدني الإمام علي بمدينة فاس. بهذه المناسبة الإنسانية أطالت عن نفسي ونيابة عن الراغبين في الصحة الجيدة للناس، نتقدم بالشكر لكل من ساهم ويساهم بإنجاح هذه الحملة المتعلقة بالتبرع بالدم، لأن التبرع بالدم صدقة جارية وفعل تطوعي لا يمس بصحة الإنسان المتبرع ولا يلحق به ضررا أو مضاعفات. أيها الأصدقاء، أيها الأصحاء، أيها المستمعون الكرام، أيها الأقوياء، هيا بنا لنتبرع بالدم بصفة منتظمة ونشجع على تكريس ثقافة التبرع بالدم مجددين ومتجندين مع المجتمع المدني لصالح مخزون مراكز تحقن الدم بالمملكة المغربية من طنجة إلى الجويرة بالصحراء المغربية في ظل العرش العلوي المجيد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد الثالث نظر الله وإياه وأعز الله. المغرب المغرب يقلد الخامس من شهر جنفر من كل سنة اليوم الوطني للتبرع بالدم، وقد أعطى انطلاقاتها أمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وعسى أمره يوم الثامن من شهر مارس 2013. أيها الكرام، إن التبرع بالدم وفائدة هامة وذات أهمية قصوى. إن المتبرع بالدم يحصل على فضل 10 فوائد لصالحه ولصالح صحته. أولا، المتبرع يحصل على بطاقة متبرع بالدم للإدلاء بها عند الحاجة. ثانيا، التعرف على بطل الدم ديالو. ثالثا، مجانية بعض التحاليل المتعلقة بالأمراض الخطيرة مثل السيدة والتهاب الكبد. رابعا، تجديد كريات الدم عبر تنشيط غدد النخاع العظمي المسؤول عن إنتاج خلايا الدموية. خامسا، تسهيل سيولة الدم. سادسا، رفع عوامل التخثر في الدم. سابعا، الوقاية من أمراض القلب. ثامنا، علاج بعض حالات النزيف الرعاب. تاسعا، علاج بعض حالات الشقيقة. عاشرا، الأجر وحسن الثواب من الله سبحانه وتعالى. أيها السيدات والسادة الأعزاء، إن فعل التبرع بالدم يستغرق من 15 إلى 20 دقيقة ويكون السبب بإذن الله إن شاء الله تعالى أن يشفي الجرحى والمرضى، وهو أساس حياة طويلة للمستفيدين. أما بالنسبة للمشاركين أيضا،
نتقدم بالشكر للنقضات الديمقراطية التي فلكت في هذه الحلة أيضا، وشكرا لكم على الإصغاء والمتابعة على رجاء على لسان المواطن الغيور وأحمد السباعي، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى، وشكرا لكم مرة أخرى، وأتمنى لكم الله دائما الخير والهداية.